السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مع الفيديو أتحدى ما تحس بالسعادة للفيديو أو لو تشتركوا في القناة نصفنا تميد مشترك وضغط لايك نصفنا أبرا عني لا تقدر للفيديو. أنا مش هاد أسانسير من الكهرباء وما هو عالي تكاشي ينزل إزاي؟ واو ينزلوا من فوق وتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على يعني تحط حاجات المرة التانية. دي نظام زي بتطبع السخونة وكده بتاع شكل دايرة أو شكل حلزون. دي بحط التليفون مفيش حاجة واحدة. دي تليفون هواء مفيش حاجة واحدة. واو بحط ليه من ورا تروح الشحن بتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة رقيقة عشان يشيلها بتلاقي مادة لزجة أو أي حاجة. ثم تلاقيها من تلاجة. دي بننظف المكنسة بتنظف وأشوفها الجديدة دلوقتي جديدة لوك عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة وأسرحها عاملة ازاي. مرة روعة حلوة. دي تكتب تقدر تكتب بالليزر أو فعلا تكتب أرقام تكتب حروف وأرقام. دي لغة ورق ألوان. إذا أنا لوحدك راح كله لازم معايا بص الألوان كلها. دي بص دي نفس زي الأولى. دي نفس زي الأولى. دي بص برضه بيعمل بإيديه راح كله طالع. واو مرة رائعة. واحد عايز واحدة زي دي يشيل الأسمنت الخطر يكون جامد غلف أو شيل التغليف اللي عليه. شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده ودي بيعمل ضغط لفوق. دي زي لون أسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي متجهات لعمق ومعروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنيات بقى دي كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. دي بقى بتبص اكتب بص ده برضه ولا تلاقيه بص مع الانجل وبص مع الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي. كان تاكسي نموت كان في المطارات نموت طريق تاكسي. دي بتاع اللعبة. دي بتاع آلية بتاع 4 ثواني. دي بتغلف شنط السفر بتغلفها. مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض. شكل ارضية. دي بقى اللي فوق في السقف. السقف المعلق او الجبسون بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي افلام رصاص او العاب معدية. دي لسه بقى تتغلق حاطط قرطين تتغلق على طول. واو برضه حاجة صفرة بالظبط زي ورق. في شريط لفه على بتاع هيلفه برضه على لغة هيلفه بعد كده يروح هيغلف في الباب. هيغلف في الباب. دي بيض شايف بتاع الواو حط مادة عند الواو عند أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور تنس كورس صغيرة. دي هيلزر. دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي شكل بتاعت